اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات تعليم التداول والاستثمار. في الحلقه دي بقى هنتعرف على الاستثمار في الذهب، وهنحاول نشوف اصلا مع بعض ايه اهميه الاستثمار في الذهب، لانه يعني صعب جدا ان احنا نذكر او اي حد يبقى يتكلم عن عالم المال بشكل عام وما نتكلمش فيه عن الذهب، والحاجتين مربوطين الى حد ما بشكل كبير جدا. وبرضه هنحاول نشوف هل اصلا هي فكره كويسه بالنسبه لك كمستثمر انك انت تستثمر في الذهب. واخيرا برضه هنشوف انه لو انت مهتم انك انت تستثمر في الذهب، ايه الطرق اللي موجوده بالنسبه لك كمستثمر انك تقدر تشتري فيها الذهب من خلال بعض الادوات الماليه الموجوده في السوق. وهنشوف مع بعض ايه افضل طريقه بالنسبه لي اللي ممكن تستثمر فيها وتشتري ذهب بشكل مباشر، فخليك معانا. في الاول خالص، احنا طبعا عارفين ان الذهب الى حد ما كان جزء اساسي جدا من يعني التجاره العالميه، ولحد 1933 كان اصلا العملات كلها الى حد ما مربوطه بالذهب، فكان اي عمله ورق معاك سواء كانت دولار او جنيه او ايا كان كانت الى حد ما مدعومه بذهب حقيقي، فامتلاكك للعمله دي كان بحد ذاتها امتلاك لذهب في الشكل بشكل اساسي. ولكن بعد بدايه القرن العشرين كتير من العملات او كل العملات الى حد ما استغنت عن المنظومة الذهبية في التجارة او في استخدام العملات بتاعتها، فاصبحت النهاردة انه اي عملة موجودة في ايدك انت النهاردة قيمتها مبنية بشكل اساسي جدا على ان احنا كلنا معتمدين انه احنا معترفين انه ليها قيمة. فيعني ممكن اقول انه في حالة من الحالات لو الناس بدأت تفقد ثقتها في العملة، ممكن الورقة دي تختفي وتتحول الى ورقة بدون اي قيمة، ودي حصلت على مدار التاريخ في عملات كتيرة. ولكن هي دي بشكل اساسي انه الذهب كان جزء اساسي جدا من العالم في العالم المال بشكل عام، والنهارده الى حد ما مازال متعلق، ولكن التعلق يعني مازال مربوط بسوق المال ولكن بشكل مختلف عن ما كان مربوط به في الازمنه اللي قبل كده. فلو جينا نبص بقى عن الذهب الحديث اللي موجود النهارده، هنلاقي انه استخداماته اصلا مختلفه الى حد ما. يعني ممكن الناس تعتبره سلعه من السلع زي البترول او ايا كان، لانه بيستخدم في بعض المنتجات الصناعية زي الالكترونيات او ايا كان، ولكن دي شريحة صغيرة جدا من استخدام الذهب. فلو جينا نبص هنلاقي انه 10% فقط من استهلاك الذهب بيستهلك في مجال الصناعة، وحوالي 50% في مجال او في حتة الجولري بمعنى صح، والشريحة الصغيرة برضو او يعني تلت الذهب اللي بيستخدم في على مستوى العالم بيستخدم في الاغراض المالية، سواء كان الاستثمار عن طريق بنوك او افراد بيشتروا الذهب للاستثمار فيه. فنيجي نسأل دلوقتي السؤال، وهو انه يعني بحكم انه في تلت الناس تلت الذهب بيستخدم للاستثمار، ليه اصلا احنا بنستخدم البنوك او سواء كانوا الافراد بيستخدموا الذهب كأداة مالية او كأداة استثمار؟ وهنشوف انه يعني بشكل عام في سببين اتنين الناس بتستثمر فيهم في الذهب. السبب الاولاني هو انه الذهب يعتبر الى حد ما قيمته محفوظة اكتر من الفلوس اللي معانا، وسبب القيمة المحفوظة بتاعته زي ما اتكلمنا قبل كده انه الفلوس نفسها بيبقى معتمدة بشكل اساسي على يعني قرارات بيعملها الاقتصاد الدولة نفسه، وقرارات بتعملها البنوك المركزية المتعلقة بالعملات دي. فبالتالي يعني في كل حالات وفي غالب وفي كل الحالات في العملات بيحصل فيها عملية التضخم، فكل عملة بتخسر قيمتها على المدى البعيد، ولكن الذهب يعتبر الى حد ما بيخسرش قيمته بالمعدلات دي، او حتى ما بيخسرش قيمته يعني يعتبر الى حد ما المفروض بتزيد قيمته على المدى البعيد، لانه ما تقدرش قد ما تقدر تطبع عملات كتيره وورق كتير ما تقدرش تستخرج ذهب كتير من الارض. والذهب يعتبر هو finite element، يعني بيخلص ما فيهوش يعني مخزون ما لا نهايه على كوكب الارض. فبالتالي ان احنا متاكدين تماما انه لو هتاخد انت الذهب دون في قيمته محدوده على حسب القيمة او على حسب المعروض في السوق بشكل اجمالي. والسبب الثاني اللي برضو متعلق بالسبب الاولاني هو انه الذهب بينظر اليه الى هو السيف هيفن، اللي هو الملاذ الامن للاستثمار، بمعنى انه لو انت استثمرت في الذهب انت بتحافظ جزء من استثمارك من فكرة الانهيارات الاقتصادية اللي بتحصل او المشاكل الاقتصادية العالمية زي في حالة الكورونا اللي حصلت قبل كده، وشوفنا ازاي انه البورصة ممكن تقع بشكل كبير جدا، ولكن برضو في غالب الحال احيانا يعني بترجع تاني. ولكن كان في ازمات اقتصادية اقوى من كده، سواء كانت في سنة 2000 في الدوت كوم بابل، او الازمة الاقتصادية اللي كانت بسبب العقارات في سنة 2008. فايا كان الازمات دي الى حد ما لو واحد حاطط فلوسه بشكل كبير جدا في او
بيستثمر فلوسه في الأسهم، فأكيد الأزمات دي هتلاقي أنه خسر استثماراته أو خسرت قيمة استثماراته بشكل كبير جدا. وفي الوقت ده بقى بالذات هي اللي بتلاقي أنه الذهب بيبقى هو الملاذ الآمن للمستثمر، لأنه بيشيل فلوسه إلى حد ما من الناس بتحاول تشيل فلوسها من الأسهم اللي هي أدائها مش أو استثمارها مش آمن في الوقت ده، وبتحطه في الذهب وبتحافظ على قيمة الفلوس دي في الذهب. فكأنها إيه وقت كده معين الناس بتستخدمه يا إما عشان تحافظ على فلوسها، أو يا إما بتنوعها في استثمارها عشان برضو تفضل شريحة من استثماراتها متأمنة، سواء كانت حتى لو البورصة كلها اختفت، ولو قلنا أن البشرية دي وقعت في حرب عالمية كبيرة هيفضل دائما قيمة للذهب بحكم أنه زي ما قلنا هي حاجة نادرة، فيفضل دائما لها قيمة بسبب ندرتها. طيب نخش دلوقتي في الجزء اللي بعديه، وهو أنه إزاي طيب ممكن تستثمر في الذهب لو أنت شايف أنه الذهب ده استثمار ممكن يكون مناسب ليك. وهنلاقي انه في طرق كتيرة جدا اللي ممكن تشتري من خلالها الذهب. في طرق منها يعني بتبقى قائمة على امتلاك الذهب بشكل مباشر، وفي طرق منها زي الديريفيتيفز اللي هي المشتقات اللي ناقشناها قبل كده اللي بتبقى مش معتمدة على اساس انك بتشتري او بتمتلك الحاجة. ولكن انا من رأيي الشخصي حتى سواء كانت المبادئ الشرع، ولان الشرع بيحرم معظم الطرق اللي ما بتمتلكش فيها الحاجة بشكل اساسي، ودي اتكلمنا عليها قبل كده، وحتى بعد كده برضو الاقي انه في الذهب بالذات في طرق سهلة جدا انك انت تشتري فيها الذهب، فمش مضطر اصلا تلجأ للطرق دي سواء كانت الـ CFDs أو الـ Binary Options أو الـ Options أو أيًا كان أو الـ Futures حتى في عالم الذهب. فنلاقي نيجي نبص على الطرق اللي ممكن تمتلك فيها ذهب بشكل مباشر، وهي أولًا طبعًا أنت ممكن تروح تشتري ذهب من السوق بشكل مباشر وتمتلك ذهب عندك سواء كانت سبيكة أو أيًا كان وتخزنها عندك. ولكن هي مشكلتها واضح من اللي قلناه إن هو التخزين، فيا إما أنت بتحطها في البنك وبتدفع عليها مصاريف للتخزين، أو بتبقى مأمنها في البيت بشكل عام، ولكن دائمًا طبعًا إنك تسيب حاجة قيمة في بيتك من استثمار أو فلوس ما هياش فكرة صحيحة. فنيجي نبص للطريقة الثانية، وهو أنك أنت تشتري ذهب من خلال الصناديق الاستثمار المتداولة الـ ETFs اللي ناقشناها في الحلقة اللي فاتت. وهنلاقي أنه في طرق مختلفة أنك أنت تقدر تستثمر فيها في الذهب. وأول طريقة هي عن طريق الـ GLD اللي هي أشهر واحد تقريبا موجود في البورصة اللي ممكن تشتري من خلالها ذهب، وممكن تشتريها عشان تتبع أداء الذهب بشكل مباشر. وفي الطريقه الثانيه اللي هي برضو SGOL، ودي اللي انا اتكلمت عليها مفضله بالنسبه لي اكتر، لان الى حد ما SGOL فعليا يعني بي باك اب او بيكون عنده مخزون اساسي، يعني معناها معنى امتلاكك ل SGOL يعني امتلاكك للذهب بشكل مباشر. واخيرا الطريقه الثالثه وهو امتلاك الاسهم المتعلقه بالذهب نفسه، سواء كانت استخراجه او التنقيب او ان كان بيسموها ايه المصطلحات بتاعتها، ولكن الاسهم المتعلقه بالذهب، ودي ليها ETF اسمها GDX. ولكن هنلاقي انه في حال جي دي اكس زي الاستثمار في البترول لما اتكلمنا عن VDE مش هيكون بيتبع الذهب بشكل يعني متطابق جدا، انما بيتبعه الى حد ما بشكل متقارب. وده لانه يعني الاستثمار في الاسهم المتعلقه بالسلعه ادائها الى حد ما متعلق بسعر سعر السلعه نفسها، ولكن زي ما بنقول ما هياش مربوطه بشكل مباشر جدا. فمهم تفهم النقطه دي لو حبيت تستثمر في حاجه زي الذهب، انه الاستثمار في جي دي اكس لا يعني دائما انه اداؤه بالظبط هيكون زي اداء سعر الذهب. طيب نيجي دلوقتي لاخر جزء، ونناقش دلوقتي فكره هل اصلا الاستثمار في الذهب مازال في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي يعتبر يعني وسيله كويسه للاستثمار ولا لا. ودي هتكون يعني اراء شخصيه، يعني لا يعني انه الذهب يعني شيء سيء بالنسبه لي مثلا او ايا كان، ولكن انا الى حد ما غير منحاز للاستثمار في الذهب، لانه في حاجات كتير جدا اتغيرت في الذهب عن زمان. يعني زمان لما كان الاقتصاد مبني او التجاره مبنيه على الذهب كان ممكن اقول انه الاستثمار في حاجه زي الذهب شيء اساسي، ولكن النهارده الذهب اصبح سلعه زي كل السلع بيتغير سعرها حسب العرض والطلب. وهنلاقي انه في اوقات كتيره جدا الذهب برضو سعره نزل بشكل كبير جدا، فمعناها ما هواش الملاذ الامن اللي الناس كانت متصوراه زي زمان. يعني الذهب كان زمان الى حد ما سعره بيطلع وفي صعود مستمر، ولكن من فتره الذهب فعلا سعره وقع وقعه كبيره جدا، واخد وقت كتير جدا عبال ما يتعافى فيها. وفي وقت الحلقه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي الذهب في اعلى سعر ليه، فمعناه ان هو فعلا يعني ممكن اقول ان هو على المدى البعيد جدا ممكن يكون حاجه كويسه، ولكن امتى تشتريها هتبقى مبنيه بشكل كبير جدا على دراسات، ما هياش مجرد بس حط فلوسك في الذهب وانت كده هتضمن انك انت تكسب. اللي عايز يشتري الذهب هيكون بس لمجرد الاحتفاظ على
قيمة آمنة إلى حد ما، أنه تكون زي ما بنقول لو حاجة حصلت في الاقتصاد العالمي أو مشاكل حصلت في استثماراتك يفضل دائما شريحة مؤمنة في استثماراتك، وما فيش هتلاقي أأمن من الذهب بحكم زي ما بنقول ندرته، وبحكم أنه هيفضل دائما سلعة بالنسبة يستخدمها البني آدم لأنه هو يحافظ على قيمة الحاجة. وفي حاجات كتيرة بدأت تطلع زي البيتكوين دلوقتي اللي بيعتبر زي الذهب برضو بنفس مبادئ الذهب، ولكن يعني أيا كان الفكرة اللي هتكون هتيجي جديد أو أيا كان الحاجة اللي هتتعمل جديد، دائما طالما في حاجة ليها ندرة ده معناها انه هيفضل ليها قيمة. معنى كده ان انا افضل طبعا الاستثمار في الاسهم، ولكن لا يمنع انه التنويع برضو على المستوى الاستثمارات بتاعتك ان هي ممكن تشمل الذهب بشكل اساسي حتى وان كان اداؤه اقل من الاسهم. ولكن زي ما بنقول الموضوع هيحتاج منك برضو تحليلات وتعرف امتى تشتري الذهب. فوقت زي دلوقتي ممكن اقول من اسوأ الوقت ممكن تشتري فيه الذهب، لانه في مخاطرة كبيرة جدا انك انت تشتري في اعلى سعر وصل له قبل كده، لانه زي ما طلع كتير ممكن ينزل كتير. ولكن في اوقات لما السوق بيبقى الى حد ما يعني سعر مستقر اكتر وسعر الذهب بيبقى اقل، ممكن اقول دي الاوقات اللي ممكن تشتري فيها ذهب وتخزنه على المدى البعيد. اخيرا ياريت تكون عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها، ولو عندك اي رأي مختلف عن الرأي اللي احنا شاركناه عن الاستثمار في الذهب او اي طريقة حتى عن للاستثمار في الذهب، فياريت برضو تشاركها معنا في التعليقات تحت عشان نعرف ايه اراء الناس بشكل عام في استثمار في حاجة زي الذهب. سلام عليكم.